شارك وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبد الرزاق الرفاعي في المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري الذي يعقد في مملكة إسبانيا الصديقة. وأكد وكيل الحرس الوطني أنه تمت الموافقة خلال المؤتمر على استضافة الحرس الوطني الكويتي لمؤتمر القوى البشرية للدول أعضاء الاتحاد، ترجمة لدور الحرس الوطني الفاعل في المنظمة الدولية، مشيرا إلى مناقشة عدد من الموضوعات تتعلق بمكافحة الإرهاب والشغب وقضايا المخدرات وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات. ولفت إلى أن اجتماع الاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري شهد تسليم الرئاسة من الحرس المدني الإسباني إلى قوات الدرك الإيطالية. نتواجد في مملكة إسبانيا في مدريد لحضور المؤتمر السنوي لمنظمة أفييب، المنظمة التي تضم الحرس الوطني والدرك ذات الطابع العسكري. سوف يتم مناقشة عدة قضايا في هذا المؤتمر، منها مكافحة الإرهاب والشغب وتهريب المخدرات، وسوف يكون هناك انتقال للرئاسة من مملكة إسبانيا إلى إيطاليا. ولله الحمد تم الموافقة في هذا المؤتمر بأن يكون الحرس الوطني يعقد المؤتمر السنوي للقوة البشرية في دولة الكويت، وهذا لله الحمد تحقيق جديد لإبراز دور الحرس الوطني في المؤسسات الدولية. نسأل الله التوفيق وشكراً.